حالة مختلفة وشكل جديد. من فترة مش قليلة والنجم أحمد سعد بقى موجود في كل الترندات، كل أغنية بينزلها بقت أنجح من اللي قبلها. طيب إيه السر؟ أحمد سعد اتكلم بنفسه عن الموضوع ده في اللقاءات على الراديو، وأول حاجة قالها إنه من لحظة زواجه من علياء وبقت هي اللي بتشرف على كل أعماله وبياخد رأيها في كل حاجة بيقدمها، وده اللي وصله للنجاح اللي هو فيه دلوقتي. وقال كمان إنه اكتشف في نفسه مواهب جديدة وقدرات ما كانش يعرف عنها حاجة، وإن الجمهور هو أكتر حاجة بيحبها، عشان كده هو بيبقى دايما على طبيعته معاهم وبيفضل يهزر معاهم سواء على السوشيال ميديا أو في الحقيقة. ده غير إنه بقى يتقبل السف والانتقادات بشكل مرح. وقال كمان إن الجمهور بقى يضحكه جدا. ومن الأعمال الجديدة اللي كشف عنها سعد إنه بيجهز لأغنية جديدة من توزيع نادر حمدي وألحان إيهاب عبدالله وكلمات أكرم حسني، واللي كان ترند الأيام اللي فاتت بسبب أغنية الكينج محمد منير للي. وقال سعد إنه كلم أكرم بعد اتهامه بسرقة الأغنية وقال له قد إيه أنت شاعر قوي والأغنية خطيرة. كمان من الحاجات اللي أحمد سعد نفسه ما تخيلش إنه يحققها في يوم الأيام إنه يبقى محبوب من الأطفال. وكمان لما نزل أغنية قهقهة للضحكات في رمضان اللي فات ولقى إنها نجحت والأطفال حبوها، قرر إنه يشتغل على الجانب ده، وقال إنه منشغل دلوقتي إنه يرجع المسرح الاستعراضي والأفلام الموسيقية علشان يستغل القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي بقت عنده من الأطفال. وكشف سعد كمان عن استعداده لتقديم مسرحية زي الأعمال اللي قدمها أنور وجدي والطفلة المعجزة فيروز. كمان من الحاجات اللي ساعدت في انتشار أحمد سعد منصات السوشيال ميديا، خصوصا التيك توك، واللي متابعينه فيه بقوا يستنوا فيديوهاته أو تعليقاته على أي ترند. وكمان تقديمه لأغنيات مع مغنيين شعبيين أو مطربين راب، وتتراد عدد كبير من المسلسلات خصوصا في الفترة الأخيرة. كل الحاجات دي رجعت أحمد سعد للصورة مرة تانية بعد سنين كان معروف فيها إن ده مطرب صوته جامد بس أعماله قليلة ومشاكله كتير، بس دلوقتي بقى نجم محبوب من كل الفئات العمرية.